السلام الخوت، كلا داركم عارفين القواعدات، الكوان والكيت والظلام. ما تنسوا الصلاة للرسول عليه الصلاة والسلام، ودا يوازينا مع جنودنا الحرار اللي في الصحراء اللي ديما كنحييهم من هاد الكوان. تحياتي لكم الرجال، هذا ما كان على شران. نبدأ. خوتي العزاز، كالعادة نبغي ليكم الحاجة الزينة قبل ما نبغيها لراسي. هاد النمرة هادي اللي كتشوفو فيها ديال الواتساب ديال واحد الدري فنان ورقيقي في الدومين ديالو، بغيتي تفرج في الايب تي في مع راسك، داكشي ديال بين سبور ماتشات كاع داك لهيت المهيت كاع داكشي. المهم اياتو لعبات كتشرا بالفلوس، هذا الدري كيبيع هاد لي كونط هادو بأثمنة اللي مناسبة. حتى الناس اللي برا ديال المغرب وبغاو يتفرجوا في داكشي اللي في المغرب، ولا الناس اللي في المغرب وبغاو يتفرجوا في القنوات ديال برا. المهم اياتها لعبه بغيتي كاين عندها الدري هذا، زيد عليها الكونطات تاع نتفليكس وسبوتيفاي. سبوتيفاي اللي داير الكونط داير لي 190 درهم للعام حرام تمزك. المهم كيف ما قلت لكم، كاع دوك التفات في اللي دايرين بحال هكا، كاع دوك لي كونط راه كيبيعهم وبأثمنة اللي خصك انت تكون دواق وتبغي تتفرج. فبلا ما نطول في الكلام، خير الكلام ما قلو دل. حاجة اخرى كيديرها حتى هي الناس اللي كدير لي كوميرس، راه كيصاوب لي سيت ويب. المهم كيخليك تبان بروفيسيونيل قدام الكليان ديالك. راكم عارفين دابا سيت ويب راه ولا كيضرب الكليان على الشا. بغيتي تدخل عندها الدري، دخل عندو كونتاكتي في واتساب وقول لي راني من طرف الغريب، راه غايدير معاك البيان بالبيان. انت غير تشها عليه وهو يحضر لك داك الشي في الحين، والله واخا تكون القناة كاينة في كوكب عطارد ينزلها عليك تفرج فيها. قبل ما نسالي غنقول لكم بلي هاد الدري راه طيقة، فهذا ما كان الاعزاز والسموحات الى طولت عليكم. اللي بغى شي حاجة يكونتاكتي هي النمرة راه كتبان. ودابا نبداو. نرجعوا ل 1948، هذا الزمان، الزمان فاش غادي يخلق هذا السيد هذا اللي سميتو اول عربي محمد، واللي هو السرجان محمد اول عربي اللي غنبقى نشوف الدوسي ديالو اليوم، اللي حتى هو كان دوسي من الدواسه ديال تزمان مارت. هذا السيد هذا كان الاصل ديالو امازيغي، وبالضبط في واحد الاقليم من الاقاليم الصغيره ديال ميدلت. أدخونا هذا غادي يتخرج من مدرسة أهرمومو العسكرية، أهرمومو ومن لا يعرفها، وهذا الشيء بالضبط في 1968. غادي يتخرج برتبة راقيب أو لا بالمصطلح العسكري ديالها سارجان. الأول من اللي يلا تخرج غادي يشد الخدمة ديالو نيت في نفس المدرسة، يعني تميتها فيها نيت، غايشد سراب بسو تما وغايخدم كمؤطر للتلاميذ اللي كيدوزو لانستريكسيون فيها. التلاميذ اللي كيدوزو ستاج او لا اللي كيدوزو تجنيد او لا بزاف ديال النويطات بحال هادو. في الاول هاد السيد هذا كان خدام تحت الامره ديال الكولونيل البوزيدي. البوزيدي هو المدير ديال ديك المدرسه العسكريه. هاد الشيء بطبيعه الحال في 68 67، قبل ما يلتحق محمد عبابو بالمدرسه ديال اهرمومو واللي غادي يولي هو المدير ديالها. سرجان محمد اول عربي هو علاش غادي نتكلموا اليوم، ما كيهمنا لا عبابو ولا ضبابو. هاد السيد هذا كان معروف بين الدراري سوا لي كادرومون اللي هما صحابو او لا لي شاف ديالو او لا حتى الدراري اللي كانوا كيدوزو لانستريكسيون. كان عزيز على كلشي حيتاش كان معروف كيعرف غير الخدمه وما كيتعدى على حد، ما كيظلم حد. عندو ديك اللعيبه ديال اغراس اغراس، خدمتي سيرفيسك راك ما غتخاف والو، وتا هو الا شافك درتي شي نوطه ما هياش كيدير عين ميك. كان كيحس بالدراري وخصوصا لي جون. ملي كنقول لي جون يعني الدراري اللي كيكونوا كيدوزوا 16، كان كيحس بهم وداكشي علاش ما كيبغيش يدير معاهم اللازم في بزاف ديال الامور. كانوا كيعاودوا عليه بلي
كان هو ديسيبليني ولكن في نفس الوقت كان كيعرف منين يشد العصا، يعني ما كيزير ما كيرخف. وحتى الا جات الصنطه في شي حد وكان عنده شي بينيسيون ولا شي حاجه كيديه حتى لشي بلاصه اللي مخبع وكيقول لي يلا دير بحال الا كتغوت ولا شي لعبه بحال ما هكا، زعما راه كيدوز البينيسيون ديالو. ومن بعد كيتلقوا هادو الشهادات ديال التلاميذ اللي كانوا دازوا او لا اطرهم هو، يعني دازوا على يديه. اما من ناحية الدينية فرا الناس كانوش كيشهدوا عليه باللي راه الصلاة ديما كانت في وقتها، كان كيعرف بينه وبين الله، والعربي كان محبوب عند مرؤوسيه وعند التلاميذ كيف سبق وقت لكم من قبل. كان كل شي كيقولها في الزينة، يعني من الكبير حتى الصغير. الطيبوبة والاخلاق العالية كانت خلات بنادم الفمو ما كيقدرش يقول الزمر، خصوصا على السارجان والعربي. ديما الفم ديال بنادم كانت كتقول التمر، وراه اصعب حاجه تكون كادر او لا كادرومون ديال الدراري ويقولوها فيك زينه، وخصوصا الدراري اللي كيكونوا كيدوزوا 16، حيت نورمالمون واخا تكون انت زوين كيخصك تكون قاسح معاهم باش تطلعهم رجال وتطلعهم قاسحين. ولكن السرجان والعربي كيف قلت لكم كان شاد العصا من الوسط، لين وقاسح في نفس الوقت. وقت الخدمه خدمه، وفاش كيطيح شي حد في لاميرد كيوقف معاه. زيد عليها حاجه اخرى كانت معروفه على السرجان والعربي واللي هو العدل، كان كيعدل بين بنادم خصوصا التلاميذ اللي كان كيأثر. ما كاينش ديفيرونس بين هذا وذاك. المواصفات ديال هذا السيد هذا كان زعر وعيني خضرين وشعره شقر. سالت الفتره ديال اول عربي مع المدير ديال المدرسه واللي كان هو الكولونيل البوزيدي، دابا جا محمد عبابو. عبابو هو من لا يعرفه، عبابو هو اللي غادي يولي المدير ديال المدرسه ارموم العسكريه. نبذه صغيره على عبابو، المهم غنفتحوا القوس باش نرجعوا للسرجان والعربي. عبابو كان لا ديسيبلين مجريه اللي في الدم، كان واحد بنادم اللي عسكري حتى النخاع، كان واخا يصار حتى الخمسة الصباح ستة تلقى ريغلومو في الراس بلومو. كان واحد خونا اللي بيان ديسيبليني، كان كولونيل بحقه حقيقي، واخا الخروقات اللي كان كيدير ولكن كان خدام لديك المدرسة. من نهار جا بدا فيها التغيير، التغيير بان في المدرسة. واخا هادشي المهم هادشي راه ديجا ذكرناه في حلقات اللي كانوا على هاد السيد هذا ولا على هاد المهم، ما تذكروا امواتكم بخير ما عليناش. نرجعوا للسرجان اول عربي. السرجان اول عربي من اللي غادي يشد عبابو زمام الامور في المدرسه بحالو بحال كاع الضباط اللي كانوا في نفس خصالو، يعني بحال الناس اللي كانوا صحابو كانوا حتى هما دي زون كادرومون على الدراري. كانوا ما عجبتهمش الطريقه باش خدام عبابو في المدرسه، خصوصا دوك التجاوزات اللي غير قانونيه. كان خونا داير ديك البلاصه بحال لا راها ديالو، كيدير ما بغى في وقت ما بغى ومع من ما بغى وفين ما بغى. والعربي مسكين ملي كان كيشوف هادشي كان كيقول ديما اللهم ان هذا منكر، حسبي الله ونعم الوكيل. وبالاخص ملي غادي يعرف السرجان والعربي انه عبابو هو السبب ديال تغيير ديال واحد المجرى ديال واحد الساقيه كانت كتمشي كتسقي لدوك الناس دوك القرى اللي دايرين بالمدرسه ديال اهرموم. دورها عبابو جابها ديريكت لعدو المدرسه. عبابو ما خلاش دوك الناس مازال يسقيو الاراضي ديالهم والبحائر ديالهم، ولا كيستافد من داك الماء بوحدو باش يسقي به دوك الجرادي ديال المدرسه. السرجان اول عربي عمرو كان راضي على التعامل ديال عبابو على الشيء اللي كان كيدير فيه، بحالو بحال كاع الدراري اللي كانوا معاه. والعربي بدا كيتمنى يمتى يمشي عبابو في حالاته، كان كيقول اللهم ميات بوزيدي ولا عبابو واحد. ولكن هيهات ثم هيهات، عبابو كان خدام، عبابو كان مبين بلاصتو، عبابو كان خدام لهاد الدومين، خدام لديك المدرسة، ماشي غير اجي ونتقو منا. خصوصا انه في ظرفية عامين رد المدرسة ديال اهرمومو كيتضرب بها المثل في المدارس ديال العسكر سواء في المغرب ولا قاريا.
ولات مدرسة معروفة، وهاد المواصل اللي وصلت لها هاد المدرسة دار مومو عمرها وصلت لهم من نهار تبنات. ولكن كما كتقول واحد المثلة، إلا شتي واحد ناجح يا تعرفوا باللي راه نجح بكتافه أو اللي على ظهر شي حد. بابو كان وصل لهاد المواصلة هادو بسبب التجاوزات الغير قانونية اللي كيف قلت لكم من قبل، وبسبب التلاميذ مساكن اللي كانوا واكلين العصا كان كيخدمهم ليل ونهار. وماشي غير التلاميذ، حتى اللي كادرومون ديالهم كان كيجمع كلشي. ما عارفش هو انه هذا كادر هذا تلميذ، ربما كاع كان كيكون الكادرومون كيف ضل التلميذ على الكادرومون. غير هو القضيه اللي كانت خايبه فيه هو انه التموين اللي كان كيجي للمدرسه، يعني القص والماكله وراكم عارفين، ما كيوصلش للتلاميذ بالشكل المطلوب. مثلا هذا غادي توصلوا بكيات الفرماج وجوج طاسات ديال الحوت ولا شي لعبه بحال هكا، كتوصلوا نص بكيات الفرماج وطاسات الحوت. عبابو كان ديما مجوع دوك التلاميذ المساكن، وكان كيزيد في ليفيكتيف، يعني كيزيد في التلاميذ وكيزيد في اليد اللي كتكون عامله والقص ما كاينش، اولا بالعربيه تعرابط البشري كتير والماكله قليله. سارجان أول عربي كان كيشوف ديما هاد المناكير هادو، ولكن ما عدو ما يدير، ما عد الميت ما يدير قدام غسالو، بقى في خدمته كضابط صف مؤطر وكيدير داكشي اللي قدروا عليه الله. ملي كيلقى فين يعاون راه كيعاون، ملي ما كيلقاش كيقول يا ربي راه كتشوف من حالي، الله راه غالب. مازال في الاول ملي كان الكولونيل البوزيدي كان كيبان شويه السارجان أول عربي بلي راه قاصح، ولكن من بعد ملي شاف التعامل ديال الكولونيل عبابو مع التلاميذ تبدل أول عربي 180 درجة، ولا ديما كيتبسم في وجه التلاميذ، كيدير لهم ديك التبسيمة وكيبين لهم بالقريماص ديال وجهه بلي تخافوش راه أنا معاكم، حنا معاكم وراه حتى الله معانا. حيتاش عبابو كان طاغية بكل ما كتحمل الكلمة من معنى. المهم هادي كانت نبدة صغيرة على هاد السارجان هادا لي حتى هو غادي يتورط في الانقلاب. للأسف حتى هو غادي يمشي في ديك المعمعة ديال الانقلاب ديال 71، الانقلاب ديال السخيرات. يعني غندوز بكم دابا ديريكت لنهار الانقلاب واللي هو نهار الجمعة 9 يوليو 1971. هاد النهار المشؤوم هذا ما كانش مشؤوم غير على الضابط او لا السارجان أول عربي، كان غير دابا الضابط كيقولوها السوليوتنون الفوق، كان هو ضابط صف. هاد النهار المشؤوم ما كانش غير عليه وعلى التلاميذ، كان على كل شيء. هاد التاريخ هذا بالضبط اللي هو 9 في شهر 7 1971، ونهار الجمعة كان نهار قبل الانقلاب. هاد النهار هذا غادي تشيع واحد الخبيره في المدرسه كتقول باللي راه غادي تكون واحد المانوفر في بن سليمان، مانوفر بلغه العساكريه او المهم نحاول ندرجها المناوره. المناوره يعني كيمشيو العسكر كيديروا واحد كيديروا راسهم بحال لانيت كاينين في كومبا، كل واحد كيهز سلاح وداكشي كيكون بالعبار. هادوك راهما الخصم اللي خاصهم اللي هما غير صحاب كنيت وانت من هنا والدبابات من اللي، وتقدر تدخل في هاد لوبيراسيون حتى لافياسيون بشي طياره ولا زوج، وكيكون داكشي بالعبار كتمشي كتيري فلي كتيري على واحد، ولكن هادشي كيكون بذخيره غير حيه، يعني بذخيره يعني قرطاس ما كيقتلش. المهم قرطاس ما عرفتش كيفاش نشرح لكم هاد الذخيره غير حيه، المهم ماشي داك القرطاس العادي اللي كيتيري كيخرج بنادم، كيكون قرطاس بحال الا تقول غير ديال البلاستيك. المهم هادي هي المناور، كتعلم وتريني كيفاش في حاله الحرب او لا في حاله شي كومبا كيفاش غادي تكون في التيران، كيفاش غادي تسطط راسك، وكيفاش غادي تقدر تدافع على بلادك. هاد الخبيره ديال هاد المناوره او لا ديال هاد المانوفر هي اللي غادي تدور هاد النهار هذا اللي هو نهار الجمعة 9 يوليو 1971، غادي تدور في المدرسة
الضرب اللي راه كلشي غادي يمشي وغادي يديروا شي مناوره في بن سليمان. داك النهار بالضبط نيت ومع جوج بالضبط غادي تفرق الليستة ديال الناس اللي غادي يشاركوا في هاد المناوره. مع بدات الليستة كيتقراو السميات في نفس الوقت كيتشكلوا الكوموندمات اللي غادي يمشيو، يعني الجروبات اللي غادي يمشيو. العدد ديال هاد الكوموندمات او هاد الجروبات كان 25 جروب. غير هو هاد المره الناس اللي كانوا غاديين لا سواء من تلاميذ ولا من ضباط ولا من ضباط الصف، كانت جاتهم باللي هاد المناوره ولا هاد المانوفر غريبه شويه، حيت في النورمالمون اولا في الحاله العاديه معروفه ان المناوره كدار بذخيره غير حيه، يعني كيف قلت لكم داك القرطاس ديال بلعان. ولكن هاد المره السلاحات مشارجين بالقرطاس ديال بصح، داكشي زعما بحال الا نيت غاديين يتعاربوا مع العدو. وزيد عليها حتى السلاحات الثقيله اللي كانوا كيشارجيو في الكاميونات بحال الدوسات. الدوسات راه معروفه عند الناس ديال الطومين، وشي مضادات ديال الدبابات وشي مضادات ديال الطائرات. والعربي بحالو بحال قرانو، كان عارف باللي او لا شاك، ماشي عارف وانما شاك باللي هادشي راه ماشي عادي، قضية ما هياش وشي حاجة كاينة تما. ولكن ما عدو ما يدير، شنو غير يفز لوردر، ما يمكنش، ما كان عدو ما يدير. مازال التلاميذ مساكن بالرقمة تقشع، ما كانوا ما غير دي ستاجير، ما فاهمين التوزة في هذا الشي ديال المانوفر. وخا كانوا قارين باللي راه المانوفر راه كدار بذخيرة غير حية، ولكن هما ما تسوقوا شاي. ولكن الضباط وضباط الصف كانوا عارفين باللي هاد المانوفر نورمال، يعني ولا في النورمال خصها تكون بذخيره غير حيه، عكس هادشي اللي ولاو كيشوفوا دابا شادين في يديهم سلاحات اللي عامرين، والشراجر ديالهم حتى هما عامرين بالقرطاس ديال بصح. عبابو غادي يكلف السارجان اول عربي باش يكون نائب ديال واحد من القاده ديال احد الكوموندمات، يعني داك الكابيتان اللي غادي يكون القائد ديال واحد الجروب، النائب ديالو غادي يكون هو السارجان او محمد او العربي. بقاو كيبريباريو ديك الليله كامله بحال هكاك. المهم داك النهار وليلو وصل النهار المشؤوم على الخوت، واللي هو السبت 10 يوليوز 1971. هذا هو النهار فاش كان انقلاب ديال الصخيرات. او العربي غادي يتحرك مع الكاميونات وغادي يمشي كنائب ديال واحد الضابط اللي كان شاد ديك الكوموندما ديالو. ما عندويش ليكم على الطريق حيتاش هاد القصارات قريبا كلشي عارفه، حيت انا ما جيتش نحكي لكم على الانقلاب ديال الصغيرات، وانما جيت نحكي لكم على هاد السارجان هذا واللي هو محمد اول عربي او لا محمد اول عربي. المهم غندير بكم سكيب ابل ديك الطريق كامله وشنو وقع، حيت ديجا غتكونوا عارفين الطريق اللي كانوا نورمالمون غاديين او اللي غتديهم لبن سليمان، حتى لقاو راسهم قدام القصر الملكي اللي في الصخيرات. هاد الشي داز كيما قالوا الناس فرمشتعين، والعربي والكوموند ما ديالو لقاو باللي فارعين الباب على القصر وداخلين من الباب الشمالي ديالو. هاد اللحظة بدات السلاحات كتقرع، هاد الشي بدا كيشوف فيه العربي وكيقول ويلي واش حنا فين بعدا، حيت اش ما كانش عارف باللي هو راه اصلا كاين في القصر الملكي. الرواح ديال بنادم بدات كطيح كيف الزبيب، وماشي غير بنادم، هادي بنادم كان ضارب البيسات واعرين وداك الشي مصيف ومهنتك، حيت اش كان ديك الساعات عيد الميلاد ديال الحسن الثاني، وكانوا حاضرين فيه غير السفراء والوزراء. والمهم راكم عارفين شكون اللي غادي يحضر في بحال هاد ليفيلمون. من بعد ما بدا كلشي كيتيري، وشكون العدو وشكون الصديق، حتى واحد ما عارف شي كيتيري في شي، حيت شي داخل من القدام شي داخل من اللور شي داخل من الجناب. واحد اللحظه والعربي بدا كيشوف عبابو اون فاس معاه في واحد البلاصه، تيقول لهم اون باركي ديريكسيون ا ليكول، اون باركي ديريكسيون ا ليكول. المهم زعما يلا نرجعو غنديماريو المدرسه، يعني كان امرهم بالانسحاب. هنا اول عربي ولا اللي معاه
كل شيء غادي يبقى مضاشر، ما عارفين واش عبابو كيضحك ولا هادشي كيقولو بالصح. وكيبان باللي عبابو مضروب، كان كيبان باللي مضروب في كتفه. والمشكل هو انه هاد العمليه او هاد لوبيراسيون بالضبط ديال لومباركمون او ديال الانسحاب هي اللي غادي تكون عمليه كارثيه، حيت هنا بنادم كلشي تخلع، تلاميذ مساكن تخيل تلميذ يلاه جاي ضارب شرايين 3 شهور في المدرسه، خرجتي بدا كيتيري بالقرطاس، ووسط هاد الخلعه هادي بناو التلاميذ كيتيريو في اي واحد فيما شافوا شي حد كيتحرك كيتيريو فيه باش ينسحب. انا غادي تزيد طيح ارواح كتار من اللي طاحت في الاول، خصوصا هذا الشيء من بعد ما شافوا القايد ديالهم اللي هو محمد عبابو كيغوت على حر جهده. صافي ملي كتشوف القايد ديالك كيدير شي حاجه، حيت انت كعسكري انت كتكون آلة للتنفيذ. صافي يعني القايد ديالك هو اللي كيفكر، هو اللي كيامر، انت ما عليك الا تنفذ. يعني بداو كينسحبوا لي كونفوا من القصر، وبداو كل وحده فين غاديه، شدوا ديريكت الطرقان للبلايص الحساسه في الرباط. هذا الانسحاب هذا اللي غادي تقدموا الفصيله الخاصه او لا الكوموندمون بريفي اللي كان فيها بالضبط السرجان اول عربي، كان هو وعشي عشران واللي هما عاشور وعماروش وديك الجلالي والقوري حتى هو وشي ضباط قاده اللي كانوا قايدينهم هما فهاد الكوموندمون. هنا غادي يوصلوا للقياده العامه، وتا حنا غادي نضربوا واحد الطليله على الكتاب ديال مذكرات محمد الرايس، الكتاب اللي سماه من الصخيرات الى تزمان مارت، تذكرة الداب واياب الى الجحيم. محمد الرايس كان كيقول ملي وصلنا للقياده العامه كنا كاملين مخلوعين ومضاشرين، تحد فينا ما عرف لا ما يسبق ولا ما يوخر. ولكن من بعد ما دازت واحد الساعه تقريبا غد تدخل واحد الفصيله اللي سميتها BLS. هاد الفصيله هادي اللي كانت تابعه للقصر، وهنا فين غادي يقرقبوا على الزمر كامل من بعد ما مات عبابو. المهم الموت ديال عبابو راكم عارفين كيف مات، تواجه هو والبوهالي وشي تيرا في شي، وتما فين جات الروح للارض ديالهم بزوج قدام الاذاعه. عبابو قال لك باللي راه قتل والاول اللي تيرا في البوهالي، ولكن تا البوهالي تيرا فيه. ولكن عبابو ملي شاف راسو غادي قال لادجوان ديالو اللي كان هو لا جودان عقا او لا جودان شاف عقا، قال له تيري فيا. عقا ما بغاش يتيري فيه حيتاش قال له ما يمكنش امون كولونيل، قال له هذا اخر اوردر غنعطيه لك تيري فيا. في الاول ما بغاش، ولكن كيقول لي انا راه ماشي كنطلبك، انا راه كنامرك تيري فيا. قال لك هنا عقا غادي يسد عينيه وتيرا فيه. المهم هادي هي الخبيره اللي كتدور وكتروج على الطريقه باش مات محمد عبابو. محمد عبابو اللي ديجا جايب معاه ضربه من القصر، من القصر وهو مضروب. محمد الرئيس غايقول باللي من بعد ما مات عبابو صافي كلشي تلف، تحد ما قدر مازال يدير شي حاجه ولا. المهم ملي كيموت القايد فراه كلشي كيتشتت. هنا يعني ديك الفاصله اللي كانت تابعه للقصر الملكي غادي تقرقب على داك الزمر كامل وغادي تشدو. كاين اللي هرب، كاين اللي شد طريق فاس، كل واحد اشنو دار. ولكن من بعد سويعات وكاين حتى اللي تطلقا شدوه بعد يومين ولا 3 ايام. المهم في ظرف 3 ايام لقات الحباسات كامل وهم عامرين وبدا التحقيق معهم. التحقيق هذا اللي غادي تكلف به الدوزيام بيرو، بدات في التحقيق مع الناس اللي متورطين في الانقلاب. هنا لا تلاميذ ولا ضباط ولا ضباط الصف غيدوزو في هذا التحقيق العذاب الشديد، غيدوزو سويعات في الجحيم. التحقيقات هذه اللي كانت ما بين ثلاثه ديال المراكز، كانت التكانه ديال مولاي اسماعيل كمركز اول للتحقيق، التكانه ديال الخياله كمركز ثاني، وتكانه اللواء الخفيف للامن كمركز ثالث. بدا التحقيق ليل ونهار، وهذا الشيء كان مكلف به الجنرال اوفقير. المهم دازت الوقت حتى وصل يناير،
وفي الديبار ديالو يعني 6 شهور وهما في التحقيق. هنا في هذا الوقت هذا اللي قلت لكم دابا واللي هو يناير 1972، هنا غادي تخبروا للتلاميذ للضباط لضباط الصف باللي راه المحاكمه غادي تبدا. هنا غادي يقولوا لهم باللي راه خصكم تخبروا العائلات ديالكم، والديكم، عيالاتكم اللي مزوج، المهم الاهالي ديالكم، باش يوكلوا لكم المحامون اللي يترافعوا عليكم في المحاكمه. وهنا بدات لالا زهره كتلعب مع شي وحدين وشي وحدين. لا لالا زهره الخوت بمصطلح الغريب كيقول على الزهر، المهم ما عليناش على الناس اللي ما عارفينش. وصافي الزهر كيف قلت لكم بدا لعب تا هو وطونطي لا شونس معاهم، شي خدام معاه شي عاطيه بالدار. الزهر غادي يلعب مع محمد الرايس، واحد من الناس اللي كانت عطاتو لالا زهره، حيتاش غادي يتطوع لواحد المحامي باش يترافع عليه. حيت ديك الساعات صعيب تلقى محامي يترافع على واحد داير انقلاب، راه مستحيل. كاينين تلاميذ مساكن اللي كانوا مقردين وراكم عارفين شكون اللي كيقاجي، وكاينين تلاميذ اللي كانوا العائلات ديالهم مصوفين شويه وكلوا ليهم محامون، واخا كانوا غير بزز. ما المحامي اللي مشيتي عندو كتقول ليه عفاك راه ولدي مات، ولدي يا مالو شنو داير، راه داير انقلاب، تيقولي كيجري عليك من الديبار. سارجان اولاربي مسكين كان واحد من الدراري اللي تا هما ما عندهمش المحامي، يعني كان واحد من الدراري اللي عائلتهم كانت فقر من الفقر براسو. والعربي غيبدا يهز كفوفو للسما وكيقول يا ربي راه وكلتك عليا، يا ربي راه حسبيك انت ونعم الوكيل. نهار 31 يناير 1972 وبالضبط مع 9 ديال الصباح، هنا غادي تبدا المحاكمه الشهيره ديال الانقلابيين الصغيرات، المحاكمه اللي غادي تكون في واحد المحكمه ديال العدل في قنيطره، واللي غادي يترأسها عبد النبي بوعشرين. هذا هو قاضي القضاء اللي غينطق بالحكم على الانقلابيين. كان اول واحد غادي يوقف قبالة هذا القاضي هذا هو ليوتنون كولونيل محمد عبابو. خصكم تعرفوا الخوت انه عبابو راه كانوا هما ثلاثه هاد الخوت، كاين محمد واللي هو ليوتنون كولونيل تا هو اللي دار ديك القربله كامله بيد مع المذبوح، مع بيد يعني تحت التخطيط ديال الجنرال محمد المذبوح. وكاين محمد محمد ومحمد المهم هذا سميتو محمد ماشي هذاك اللي مات. هذا اول واحد غادي يتحاكم، هاد خو محمد، هاد خو عبابو، هذا كان كاين فيه كاع داكشي اللي منسوب له. كان كيقول القاضي شنقول لك راه انا عييت ما نقنع في خويا باش يرجع اللور وما يديرش هادشي اللي دار، ولكن والو انا كنت كنعرف خويا، كنت هضرتي كاع ما كتدخل له راسو راه قصح من الطنق. هنا غادي تجي النوبه ديال واحد من لي زوفيسي تا هو اللي سميتو القبطان الشلاط. الشلاط غادي يقول انا راه ما يمكنش ليا نتنبأ ونعرف داكشي اللي ناويين هما، تا انا راه كنت غير عبد المأمور. هنا غادي يزيد الدور ديال واحد الزوج قباطني اخرين واللي هو القبطان غلول والقبطان بالكبير، غادي يقولوا حنا راه ملي عرفنا انقلاب ضربناها بالتعالق وسلتنا. جا الدور ديال واحد تا هو سميتو بنظورو، انا غادي يسولوا الرئيس المحكمه عبد النبي بوعشرين، غادي يسولوا قال له ملي عرفتي راسك راك في انقلاب شنو كانت ردت فعلك، شنو درتي؟ هنا غيجاوبو بنظورو واحد الجواب خلى كلشي كيضحك، واخا هما مأزمين نفسيا وجسديا ومعنويا والى اخره. غيقول له شغنقول لك اسعد القاضي، راه ملي عرفت انا بلي داكشي راه انقلاب وبلي راه صافي تخورنا مشيت ديريكت لواحد المحل وانا نشد واحد القرعه ديال المناضبه بارده وقرقرتها. هنا بنادم كلشي تفرقع بالضحك. هنا جا الدور ديال الكوموندوات اللي كانوا متراسين دوك الكوموندمات، دوك الجروبات واللي كانت 25 كوموندو بالضبط. هادو كانوا كاملين بحال الا تقول مسكين من غرفه واحده، كانوا كيقولوا نفس الكلام،
كلشي كان كيقول حنا راه ما فراسنا ما يتعاودوا، راه كنا كيحسب لينا بلي راه غاديين المناوره، وكانوا كاملهم كيحملوا المسؤوليه لمحمد عباب. اما الضباط الصف فراه كانوا كيحملوا المسؤوليه لمرؤوسيهم، يعني لهاد الكوموندمات، هاد الكوموندوات ماشي الكوموندمات. والتلاميذ المساكن كانوا كيحملوا المسؤوليه لضباط الصف، يعني شي كيحمل المسؤوليه لشي. وفعلا راه داك الشيء نيت اللي كانت ديك التراتبيه هي اللي حيت دابا الكوموندو ما كيهضرش مع التلميذ، غادي يهضر مع الرئيس ديالو اللي هو كتلقاه ضابط صف، تيقول عطي الاوردر هذاك، تيعطي الاوردر للتلميذ شنو يدير وشنو ما يديرش. المهم هاد السلسله ديال التراتبيه هي اللي كانت خدامه هنايا في المحكمه. كان داك الشيء كيعطف شي الجو اللي في المحكمه، كان تبعان زوج حوايج، مره يضحكهم شي حد بحال بندورو اللي قال لهم ضربت قرعه ديال المناظم اللي عرفت راه حنا في انقلاب، مره يبكيهم شي حد خصوصا ملي غتوصل النوبه ديال مزيرك. انا غادي يسولوا رئيس المحكمه، ايوا قول لي يا مزيرك شنو شفتي وشنو سمعتي وشنو درتي. انا غادي يجاوبو داك مزيرك مسكين، قال له انا سعادة الرئيس راه ما عديش مع الفرنسي. الرئيس قال له كيفاش؟ انا غايقول له انا سعادة الرئيس راه سمعت واحد الحوار دار بين عبابو وامزيان، ولكن ما قشبلت والو حيتاش كان داك الحوار نص ديالو ولا 71% بالفرنسي. انا رئيس المحكمه غايقول له واخا غير حاول تفكر شنو سمعتي بالضبط، شي حاجه عقلات عليها ودنيك. انا غايقول له مزير واش غنقول لك سعادة الرئيس، داك الحوار كامل اللي دار بيناتهم كلمه وحده اللي فهمتها واللي هي اللي عقلات عليها ودنيا. قال لي الضابط واللي هي، قال لي هاد الكلمه سعادة الرئيس هي سا ماجيستي، انا عرفتها راه هاد الكلمه هادي هي اللي عرفت. انا عاود تاني بداو الناس كيضحكوا، الناس كنقصد المتهمين، المهم اي واحد في القاعه. مزيرك مسكين كان ما كيعرف لا يقرا لا يكتب، سالات نوبه مزيرك وجات نوبه خرخاش. خرخاش حتى هو اللي غادي يكمل الباهيه على داكشي اللي كان خاص، غادي يزيد يفرقع بنادم بالضحك من اللي غادي ينوض ضد الرئيس. قال له الرئيس اقول لي يا خرخاش، غنسولك حتى انت بحالك بحال قرانك، اشنو درتي واشنو؟ هو يقاطعو خرخاش قال له سمح لي يا سعادة الرئيس، انا راه جيت غا على الحريره والجميله، راه ما كنعرف لا انقلاب لا سطح مص. من الاجواء اللي كانت يعني اجواء اللي كانت كوميك شويه في المحكمه، وما النطات اللي قلت، وحتى الرئيس عبد النبي بوعشرين كان كيهضر بالغلط، هو كان كيقتل بنادم بالضحك ملي كيوصل شي كلمه فيها ر، بحال ملي كان كيسول خرخاش كان كيقول له قول لي يا خرخاش واش انت جيتي المناوغه ولا مؤامره. انا كيزايد بنادم يتفرشخ بالضحك، بنادم مسكين كان كيضحك واخا كان جالس في باب جهنم. كيف قلت لكم من قبل ما كانتش المحكمه قاعه ديال العرض ديال كوميديا زعما، صافي كانوا فيها اللقطات اللي بكى فيهم بنادم، خصوصا ملي بدا كيبكي ليوتنون كولونيل محمد عبابو، بدا كيبكي ويهرنن وكيطلب السماحه والعفو. هاد الجيست اللي دار الكولونيل محمد عبابو، ماشي محمد، محمد، خلى التلاميذ يتاثروا وحتى الرئيس تاثر واخا ما بينش، ما بغاش يبين، حيتاش محمد عبابو كان كيبكي بواحد الطريقه المراه ما تبكيش بها، ولكن اللحظه اللي غتبقى متورخه في تاريخ ديال هاد المحاكمة ديال الانقلابيين هي اللحظة ملي غادي توصل نوبة السرجان محمد أول عربي، السيد اللي كنحكيو عليه في هاد السطوري هادي. وصلت نوبته هو ينوض قدام الرئيس، واللي كان تا هو بوحدو من دوك الناس اللي بوحدهم من غير محامي. أنا غادي يسولو قاضي القضاء غيقول له أول عربي محمد فينا هو المحامي اللي غيترافع عليك؟ غيجاوبو السرجان أول عربي بالجهد وغيقول له الله، الله هو اللي غادي يترافع عليا. القاضي غادي يقول له راه الله المحامي ديالنا كاملين، قول لي شكون المحامي ديالك هنا في المحكمة. أول عربي غادي يعطي خو الجواب الأول، قال له راه قلت لك سعادة القاضي الله هو المحامي ديالي وراه معايا حتى هنا في المحكمة. أنا رئيس المحكمة بحال الا حس بشي حاجه ما هياش، هو يقول له شتي ما دير، رجع لبلاصتك سير تنشوفو شنو غنديرو في الدوسي ديالك.
وفعلا اول عربي غادي يرجع وغادي يريح بلاصتو. وهنا بدا القاضي كيفرق في الحكام، واللي كانت 26 اعدام و25 حكم بالمؤبد، وهذا الشيء كان تحت الطلب ديال المدعي العام، حيت المدعي العام كان كيقول باللي ملي كتجي فرصة فاش يهضر كان كيطالب ديما باقصى العقوبات، وهذه راه ماشي كيكون قاصح ولا هو، راه هذه هي خدمته وخدمه النيابه العامه. الخدمه ديالو كتكون انه ما يجيش في الصف ديال المتهم، داكشي علاش مكنين عليه بالدارجه الغراق، وانما هو راه كيدير خدمته وهذيك هي خدمته. ما ما عليناش. المدعي العام كيف قلت لكم كان كيطالب باقصى العقوبات لهاد الانقلابيين، كيف قلت لكم 26 اعدام و25 حكم بالمؤبد، لان المحامون اللي كانوا كيترافعوا على، واخا كانوا قلال اللي كانوا كيترافعوا على الدراري ديال اهر مومو، كانوا كيتمسكوا بالقانون العسكري، كيقولوا لهم اودي يحكموا بالحكم العسكري، حيت في الحكم العسكري الى دار العسكري او التلميذ شي حاجه شكون اللي كيتحاكم؟ كيتحاكم المرؤوس ديالو، وكتبقى هكاك من بعد المرؤوس حتى هو تيجي كيدافع على راسو علاش وكيفاش كيتحاكم المرؤوس ديالو، حيتاش كيبقى هو غير اداه للتنفيذ. كندوي على العسكري، حيت هو في القانون العسكري ممنوع تقول لا على الاوردر اللي غايجيك من المرؤوس ديالك، وهنا كيقولوا ممنوع تريفز الاوردر، ولكن النيابه العامه كانت مغطيه بالملايه ديال المحاكمه العسكريه، ولكن هي في الداخل كتحاكم محاكمه مدنيه. قول الحكم العسكري غادي يلقاو باللي منعت كيتي الاوردر ديال المرؤوسك، وهذا الشيء غادي يعاون التلاميذ بزاف، غادي يشفع عليهم في المحاكمه. ولكن كيف قلت لكم من قبل المحاكمه اولا في المحكمه غادي دير خطا كبير ملي غادي تحكم بحكم مدني في قضيه عسكريه. وصلت 2 فبراير 1972 وهنا فين غادي تصدروا الاحكام بحضور كاع الجنرالات والقضاة العسكريين والمدنيين والصحافة الوطنية والدولية حتى هي كانت حاضرة. غادي يديو المساجين كاملهم للسنترال، السجن المركزي ديال القنيطرة، وفي الغد ليه في الصباح غادي يجي عندهم الكولونيل رمضان بن عيادة اللي كان هو والقبطان البقالي، وهنا غادي يبداو يتليو ويقراو الحكامة اللي كانت كل حكم كيف داير. المهم كانت الحكام مختلفة على المساجين. الإعدامات كيف قلت لكم كانوا 26 إعدام، هادوك مشاو صافي خلاص هادوك غادي يتنفذوا، ولكن في هادو اللي جاو هنايا لسميتو السجن المركزي كان مازال فيهم واحد الإعدام، واللي كان لاسبيرون محمد الرايس، ومن هنا غتبدا الحكام غادا وكتنزل من بعد الاعدام اللي عطاو لمحمد الرايس، واللي راكم عارفين حتى هو قصتو. غادي تبدا غادا الحكام وكتنزل ما بين المؤبد و20 عام و18 سنه و15 سنه و12 سنه، وزيد عليها صحاب 10 سنين و8 سنين و5 سنين وصحاب 3 سنين، وغاديين حتى لصحاب عام، وكاينين منهم حتى صحاب 8 شهور. الحكام اللي كانت قاسيه او لا المده طويله المؤبد ولا 20 سنه للفوق كانت الضباط بالدرجه الاولى، عاد غادي داكشي وكينزل تبعهم ضباط الصف. اما التلاميذ فراه كاين اللي خضر غير شي شهيرات، وكاين كاع اللي خرج براءه. هادو اللي خرجوا براءه هما اللي كانوا شيافريه، اللي كانوا غاديين بدوك الرمايك دوك الكاميوات اللي كانوا غادي لنار الانقلاب. الكولونيل بن عيادة غادي يستدعي التلاميذ وغادي يوصل لهم باللي راه براءتهم المحكمة. هادو التلاميذ اللي كنقول التلاميذ الخوت، يعني دوك الناس اللي يلاه جايين مساكن دايرين التجنيد، مازال ما تخرجش مازال ما ولاش حتى جندي. شرحت لكم هاد النقطة هادي غير باش ما تقولوش اولا ما تدوخوش وصافي، باش ما باش ما تبقاوش تقولوا وايلي وشكون اللي غادي يديو مازال تزمان مارت. الناس اللي غادي يديو لتزمان مارت راه غير الضباط والضباط الصف، يعني الناس اللي تحكموا بالمؤبد وبعشرين عام وخمستاشر عام وانت غادي تل 8 سنين. اما التلاميذ تقريبا 91% منهم تبرئات. الصراحة هذه هي النقطة اللي كانت كتحسب للمحكمة كنقطة ايجابية، حيتاش تا هما شافوا بلي ما صالحاش يتحكم على واحد مسكين
باينه فيه غا عبد المأمور ومازال هو غير ستاج، واخا حتى الضباط الصف والضباط كانوا شي وحدين ما ليهم والو فهاد الشيء حتى هما كينفذوا، ولكن القراض ديالهم كان حكم عليهم. بما انك ضابط او لا ضابط صف راه ما تقولش ليا ما كنتي عارف والو. من بعد ما الكولونيل بلعياده غادي دوك التلاميذ غادي يجمعهم كاملهم في واحد البليصه، انا غينوض من بيناتهم واحد السيد اللي كان في عمره 23 سنه. هاد السيد هذا اللي غادي يستغرب حتى هو من اللي غادي يعيط ليه بسميتو. هاد السيد هذا اللي غنختم لكم على التعريف ديالو كيف ما بديتو. هاد السيد هذا اللي من اصول امازيغيه واللي بالضبط من ميدلت، واللي كان هو السرجان محمد اول عربي، واللي كانوا قرانو مشاو تحكموا عليهم بعشر سنين الفوق حيتاش هو كان ضابط صف. مسكين ديك الطريقه باش تفاجئ خلاته ينوض من وسطهم واخا سمع سميتو قال له مون كولونيل انا راه ماشي من التلاميذ، انا راه سرجان، واش غلطو ولا شنو؟ انا راه ماشي من التلاميذ وماشي من الشيافريه. الاول عربي مسكين ما تيقش. هنا الكولونيل غايقول له شنو سميتك؟ قال له محمد اول عربي. الكولونيل غايضرب على ديك الليسته اللي جاتو ديال الناس اللي غادي يخرجوا براءه. هنا غادي يشوف فيه واحد الشوفه عميقه ويقول له سبحان الله العظيم، راه حتى انت كاينه سميتك مع السمايا ديال الناس اللي غادي يخرجوا براءه. سبحان الله العظيم، هنا كنشوفوا القدره الالهيه. الوحيد في ضباط الصف اللي خرج براءه هو السرجان محمد اول عربي. محمد الرئيس غايقول في كتابه المحكمة حكمت على السرجان محمد اول عربي بالبراءة. واش سها واش الخطأ جاب القاضي، الله من تعالى ما هو اللي عالم. المهم من هذا الشيء كامل اول عربي غادي يخرج براءة مع التلاميذ والشوافرية، ولكن من بعد غادي يعرف الضربة منين جات. ملي جات واحد الام ديال واحد السرجان اخر غادي مسكينة باش تزور ولدها في الحبس ديال القنيطرة، شافت ولدها وبدات عنقاته وبدات كتبكي وقالت له سمح لي يا ولدي راه درت ما في جهدي، واتصلت بكاع الناس اللي كان عارف وتا هما راه داروا ما في جهدهم، ولكن شي حاجه اللي كانت ما هياش. قال لك راه تغلط الدوسي ديالك مع الدوسي ديال واحد السرجان اخر، وعوض ما يخرج انت براءه الدوسي ديالو هو اللي تحط مع الطواسه ديال التلاميذ والشوافريه اللي خرجوا براءه. سبحان الله العظيم، هنا غادي تعرف باللي ملي كتدخل القدره الالهيه كتلغى المحسوبيه والزبونيه، ما كيبقى عند والديهم ما يديروا قبالتها. السرجان محمد اول عربي وكل الله باش يترافع عليه في المحكمه، وفعلا ربي ما خيبو شيء، وراه الله احسن وكيل. وراه داكشي علاش ديما خصك تقول حسبي الله ونعم الوكيل. كنعاود هاد القصة وفرحت بزاف عشت معاه لدرجة أنني فرحت بزاف لهاد السيد هذا، والله القاسم هاد السيد هذا اللي ما عرفش واش باقي في الحياة ولا لا. إلا كان باقي في الحياة الله يطول الله عمره، إلا كان مات الله يواليه برحمة الله. غنختم هاد القصة بواحد الآية قرآنية اللي قال فيها الله ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظيم. تمعن في هذه الآية لذيذ مزيان. تران ديال الدوسي كانت هذه هي الترمينيس ديالو، فهذا مكان العشران تالله.